ألتقط الخيط لدكتور حسين العمري، وطبعا مثلما شرح لنا دكتور بهاء أنه ربما لا تتمكن وسائل الذكاء الاصطناعي من استشراف هذه الأخطاء بالذات عندما تكون في التشغيل الديناميكي. قل لنا ما رأيك وكيف يعني تقيم مثل هذا العطل الذي أصاب قطاعات كثيرة في أنحاء العالم؟ مساء الخير. طبعا أنا أبرئ شركة مايكروسوفت يعني من الذي حصل. الذي حصل خطأ طبعا غير مغفور، يعني خطأ فاحش من الشركة المفروض تكون مؤتمنة على محاربة الفيروسات ومحاربة البرامج الخبيثة و والتهكير وهكذا. يعني هي المفروض أنها تكون حلقة الوصل بين مستخدمي برامج مايكروسوفت وبين السيرفيسز التي تقدمها والخدمات التي تقدمها مايكروسوفت، وهي أيضا تعمل على لينكس وتعمل على ماك، ولكن الخطأ وقع في فقط في أجهزة مايكروسوفت. وأنا أشك، أحيانا أقول ربما كان متعمدا من أحد لا يحب مايكروسوفت أو يحب الشركات الثانية، والله أعلم. أنت لن تعرف الحقيقة طبعا، لأنه البيانات التي تخرج من الشركات عادة في مثل هذه الحالات أنا لا أصدقها يعني. لكن الخطأ وارد، يعني نحن في النهاية نتعامل مع برامج والخطأ وارد للأسف. لا، ما هو لما تقرأ عن الخطأ كيف حصل، يعني أنا لا أصدق أن واحد جديد جاء امبارح يسلموه. يعني أنا اشتغلت في شركات لا يؤتمن لفترة طويلة أنه يروح يكون مسؤول عن تصحيح تحديث سيخرج غدا ويستخدم. أنت عارف كم ديتا سنتر عند مايكروسوفت؟ عندها 200 ديتا سنتر في العالم، عليهم 4 مليون سيرفرات خوادم، موصل عليهم 1.2 مليار، 1.2 مليار و200 ألف، المهم 1.2 مليار، يعني 1.2 مليار أجهزة ويندوز. فلما يكون بهذا الحجم أنت لا تأتمن موظف جديد، ولا أصدق هذه الرواية. طبعا هم الخطأ الذي قيل بإمكان يعني الذكاء الاصطناعي، هذه الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي، فهي التي وقعت في الخطأ، هي الشركة التي تصنف ما هو خطير وما هو غير خطير أو ما هو خبيث غير. فالذي حصل أنها تصنف في التحديث الجديد تصنف خدمة معينة من شركة مايكروسوفت على أنها برنامج خبيث، وبالتالي ستقفل كل شيء من هذه الشركة. طبعا هذا المفروض الذكاء الاصطناعي يتطلع على أنماط. أنت لما تتكلم عن تصنيف شركة كاملة ومنتجاتك عنها برامج خبيثة، المفروض هناك شركات يعني بريئة من هذه الأشياء، وهي شركة مايكروسوفت الحاضنة بكل هذه البرامج، شركة جوجل وهكذا. فهذا يجب، يعني أنا أعتبره طفولي يعني في البرمجة. طبعا الخطأ الذي قيل أنه يعني تبديل اسم باسم سي ديرو 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 مش عارف ايش 251، المهم الفكرة انه قالوا انه هناك بوينتر را بوينتر قديم، يعني مش من السي بلس بلس الجديد اللي هو المفروض يستخدم مارك بوينتر اللي هي البوينتر الذكية، وبدل بيحصل اللي هو الكراش يعني. فلذلك انا اعتبر انه الخطأ، احنا لن نعلم ماذا حصل، ولكن تم اصلاحه سواء مايكروسوفت تعاونت مع الشركة، واعتبر الشركه هي المسؤوله بشكل كبير لعده اسباب، سواء كان الموظف جديد او غير جديد. انا عملت في شركات كبيره، يعني شركه ميتا او شركات اخرى، يعني المهم وكانوا غير، عندما تنتج تحديث لاي شيء حتى لو برنامج صغير يمر على حاجه اسمها ستاتيك اناليسيس. ستاتيك لا يذهب على طول للاستعمال، أحيانا يكون حوالي 60 برنامج تشتغل أو 100 برنامج كلها يجب أن تشتغل، لو تعطل منها واحد فلا يمر البرنامج، ويجب أن الزملاء يعيدوا، أتاك عدة زملاء وكونوا موثوقين يعيدوا ويراجعوا هذه البرامج ويتأكدوا قبل الموافقة. فالعملية ليست عملية واحد إجا ويعني مبرق العملية. أنا لا أصدق أن هذا الكلام هو لما حصل، يعني واحد يجي الخميس والجمعة. طيب مفهوم، يعني هذه النقطة واضحة، وحضرتك ربما لا يعني غير مقتنع بالرواية التي ذكرتها الشركة، لكن في نهاية الأمر الخطأ حدث وسبب أعطالا كبيرة.